هي حرب وجهين لعملة واحدة. تجنيد العملاء واختيارهم بدقة، قصة عالم استخباراتي موثقة بشهادات من سقطوا وعملوا ضد أهاليهم ومجتمعاتهم. وثائقي الميادين يرصد حكايات لهؤلاء عن عمالتهم مع ضباط الاحتلال. لما أعطاني أول مرة فلوس صورني وبعت لي صورة تصويره على جوالي. تحديد للأهداف فاستدراج فسقوط في المصيدة تكشفه مقابلات مسؤولين عن التجنيد، يعرضها الوثائقي بلسان العدو نفسه ويقدم تفصيلا حول اختيار الصيد الثمين. وثائقي برتبة عميل يشرح العلاقة الوثيقة بين الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية وزرع الجواسيس في المنطقة العربية وبالأخص حيث توجد المقاومة. ليس أولهم ولا آخرهم، إلي كوهين في سوريا. تاريخ يستعرضه الوثائقي مع شهادات لضباط استخبارات سابقين وتحليلات لخبراء في الشؤون الإسرائيلية. As long as Sunni and Shia are at each other's throats, not only in Syria but throughout the whole region, well, our preference is to let them hemorrhage to death. Let them kill each other off. لكن جهاز الأمن الداخلي الفلسطيني نجح في كشف عمليات عديدة وإفشالها. وثائقي الميادين ينقل جانبا من هذا بالصوت والصورة للمرة الأولى. لا يا عمي مالك، ولا بخاف ولا حاجة. سيجد نفسه مكان هذا العميل الذي قام العدو بتجنيده قبل حرب تموز 2006. من فلسطين المحتلة إلى لبنان يستعرض الوثائقي عمليات نوعية لحماية الجبهات الداخلية نفذت للكشف عن عملاء ومتورطين في جرائم اغتيال قادة المقاومة في لبنان وفلسطين. لقد كان الإسرائيلي هذا الذي خدمتموه عشرات السنين يريد لكم أن تقتلوا. Mossad is an organization against Hezbollah, they really failed. I didn't work with them. I mean, to keep a secret that long, the war is long over. So it's a mentality that I would like to cross, but it's very difficult for me. الآن الحروب طبعها تغير. الوثائقي يتناول التجسس الإلكتروني والحروب السيبرانية الاستخباراتية واختراق وسائل الإعلام للغرض الاستخباراتي ذاته. كمبيوتر، سايبر، إلى ما هنالك. We'll be right back.